فالكود انا كنت كاتبه اصلا اوريدي، فاخده معاكم عشان وقت الفيديو ما يطولش على الفاضي. ماشي. تمام زي الفل. اول حاجه بعد ما انا امبورت، ودي امبورت لايبرري اللي هنقول عليها كمان شويه. واول حاجه عملنا حاجات نثبتها اللي هو الارك باي دوت انف دوت اوفر رايت الاوتبوت بترو. تمام. في حاجه تانية برضو لازم نثبتها مع بعض، يعني احنا اول حاجه قلنا الامبورت بنثبتها مع الانف اوفر رايت اوتبوت بترو. تمام. برضو الورك سبيس لازم اثبتها على طول معايا وانا شغال، بديها ايه الباس بتاع الداتا، يعني انا جزئيه بديها الباس بتاع الداتا، لازم تبقى عارفه الورك سبيس اللي هي شغال عليه. تمام. ساعات ده بيعمل مشاكل، لازم نديها الورك سبيس دايما، يبقى لازم نديها الورك سبيس دايما. فانت ثبت في دماغك وانت بتكتب اي كود، اول حاجه ستيب 1 بتمبورت، ستيب 2 دايما بتحط اللي هي الايه الاوت والورك سبيس. طب ستيب 3 بتحط الباس اللي عندك، اللي هو الباس بتاع البوينتس والباس بتاع الكانتريز والباس بتاع ايه بتاع الاوت. ده ستيب 3، يعني اول 3 ستيبس دول ثابتين عندك في اي مساله كود هتجيلك، هثبت الثلاثه ستيبس دول. بعد كده بقى على حسب، على حسب ايه اللي مطلوب، بس غالبا المطلوب مش هيخرج بره 3 فانكشنز اللي هو الميك فيتشر لاير والسيلكت لاير باي لوكيشن وفيتشر كلاس فيتشر كلاس، واللي هو السيرش كيرسور والحاجات دي. بس اهم حاجه الثلاثه دول ثابتين دايما. تمام. عشان تضمن برضو ايه اي درجات وما تغلطش فيه. تمام. ماشي. بعد كده قلنا هن ميك فيتشر لاير البوينتس مفيش فيها ايه اي كونديشن، فنعملها ميك خلاص. تمام. وهنعمل السيرش كيرسور بتاعنا على الكانتريز، فقلنا كانتري كيرسور ارك باي دوت سيرش كيرسور دوت سيرش كيرسور. ماشي. وبتاخد لنا كذا حاجه منهم ايه الداتا اللي احنا شغالين عليها اللي هي بتاعت الكانتريز، و التو اتريبيوتس اللي احنا هنديهم اللي هم الفيلدز. فهنديها الفيلدز عندنا هو التو اتريبيوتس اللي في اي دي والاتريبيوت التاني ده. تمام. فادينا التو اتريبيوتس خلاص زي الفل. بعد كده هنلف اللوب خلاص عادي على الكيرسور، نشوف الحاجات اللي هو جايبها الاول، وهنعمل هو بتاع النيم ايكوال زي ما شرحنا الكود اس تي ار. تمام. وهنجيب الفاليو الموجوده في الاتريبيوت ده ونعمل لها ريبليس، قلنا عشان مشكله السبيشال كاركتر اللي هو الاكواس ونحولها لسترينج فاضي فتقوم متشاله. نفس الكلام خلصنا القوس معناه ريبليس، وعملناها سترينج قوس مقفول حولناه لسترينج فاضي فعشان يتشال. بعد كده دوت ريبليس اي داش حولناها لسترينج فاضي، بعد كده هنا اي سبيس حولناها لسترينج فاضي، وممكن حته سبيس عادي ايه نشيلها عادي مفيش مشكله، مش بتعمل ايه مشاكل. تمام. ده سطر كومنت سيبه دلوقتي. ماشي. بعد كده السطر اللي بعده ميك فيتشر لير، وانا بشتغل على الكانتريز عشان شرحنا الكود خلاص، فنشتغل على الكانتريز على الكانتريز لير، وانا الاف اي دي بيساوي ايه الاف اي دي. تمام. اللي هو الكومن جاب الكيرسر اللي هو الكود الموجود ايه في السلايدز اللي احنا ايه شرحناه اللي احنا شرحناه. ماشي. ماشي. بعد كده نقول ارك واي دوت سيلكت لير باي لوكيشن. ماشي زي ما احنا شرحنا. وانا البوينتس لير وزن انها بتماتش نفس الكونديشن اللي هو ايه بتماتش الكانتريز لير. تمام. لكن اي حاجه مش بتماتش هي مش بتيجي معايا، مش بيجي كل البوينتس. بعد كده بقول ارك واي دوت فيتشر كلاس فيتشر كلاس، وسايبه لي خلاص. سايب البوينتس لير، سايبها لي فين في الاوتبوت باس، وانا سيتي 01. بنعمل القوس دي ونحط ايه تو فاليوز عندنا اللي هو النيم اللي هو اسم اول اتريبيوت ده اللي احنا جبناه، بعد ما النيم ده اللي هو اسم الفاريبل اللي احنا ايه خدنا منه قيمه الاتريبيوت، ويعمل لنا ريبليس شيلنا السبيشال كاركتر. يبقى هو النيم دي شايل ايه؟ شايل اسم قيمة الاتريبيوت بعد ما شيلنا السبيشال كاركتر مش اكتر. تمام. تمام. وقلنا 01 دي انت عايز تحطها حطها، مش عايز تحطها ما تحطهاش، انا جربتها مش جربتها واشتغلت، بس الاضمن حطها يعني. تمام. ماشي. وقلنا دوت فورمات هتاخد النيم وتحطه لك مكان زيرو، ده ترتيب بس مش اكتر. وهتاخد تاني حاجه تحطها لك اي مكان الاول المكان التاني، هي شغاله زيرو بيست اندكس 01 2 فزيرو هتحط اول حاجه هتحط هنا كترتيب هتحط مكان الزيرو، وده هتحط مكان ال1 مش اكتر. تمام. فالزيرو 1 هنا مش بتعبر عن حاجه غير انها ترتيب اندكس بس 0 1 2 3 وهكذا بالترتيب كده. تمام. بس احنا لو حررنا الكود ده هيشتغل عادي. تمام. هيشتغل عادي مفيش مشكله، بس في مشكله قابلتني هيشتغل في كل الدول، يعني اشتغل في كل الدول إلا دولة واحدة. أنا عايز أجيبها لكم،
مش عملها الاول سورت عشان ايه اجيبها اسهل. ماشي. هي الدولة دي مش عارف انت شايفينها ولا لأ، بس هي فيها سبيشال كاركترز. مش عارف تعمل زوم، اهي تعمل زوم. بصوا ال S ال A هنا عليها العلامة الموجة دي كده، دي حروف مثلا مش في الانجليش، حروف مثلا في فرنش ولا اي لغة تانية، بس هي مش انجليش يعني. تمام، فهي دي سبيشال كاركترز تانية مش راضية تتهندل. ونفس الكلام الاي عليها اللي هي العلامة دي، فبرضه الاتنين مش شغالين. لكن انت لو جربتها في كل الدول شغالة عادي، كل الدول شغالة، بس أول ما تيجي دي بتضرب ايرور. يعني انت لو رنيت الكود هيشتغل معاك، وهي في كارت اوت فايل، هي كارت اوت فايل لكل ايه، لكل الحاجات الا الايه، الا الدولة دي. تمام، فانا دورت على حل يكون اسهل شوية مش صعب، لقيت اللي هو الحل ده اللي هو النيم اور اي ريجولار اكسبريشن دوت سب. سب دي بتاخد ايه؟ بتاخد الحاجات اللي انت عايز تسيبها بس، اللي هو اي داش زد، اي داش زد 09. دي معناه ايه؟ بتسيب لك الحاجات اللي هي سمول او سمول او كابيتال او ارقام، يعني زيرو سوري ال زد سمول، فدي بتسيب لك الحاجات اللي سمول، بتحتفظ بالحاجات اللي سمول، والحاجات الكابيتال الفابيتك سواء كانت سمول او سواء كانت كابيتال بتسيب. تمام، وكانت ارقام بتسيب، ولو كانت سبيس برضه بتسيب عادي. طب اي حاجه غير كده بتمسحها بترميها. يعني دي معناها ان هي هتاخد القيمه اللي جوه الاتريبيوت. تمام، وهتشوف لو في اي حاجه سمول هتسيب، اي حاجه كابيتال هتحتفظ بيها، اي حاجه فيها ارقام هتحتفظ بيها، اي حاجه فيها سبيس هتحتفظ بيها، لكن اي حاجه فيما عدا ذلك هتقوم تعمل لها ريبليس بايه، بسترينج فاضي، فتقوم شايلها تعمل لها اجنور. يعني حاجه زي الـ special character ده اللي هو كنا واقفين عنده، يعني هيقوم متشال اصلا. تمام، فده الحل اللي انا وصلت له. بس دايما المعيدين هيجيبوا حاجه اسهل من كده، هيجيبوا حاجه ما فيهاش اللي هو الحوار السبيشال ده، هيشغلونها مثلا على اتريبيوت تاني يكون في مثلا اقواس او حاجات زي كده لما نجربها. فانت عادي تقدر تستغنى عن السطر ده وتشتغل بايه، بالسطر اللي فوق عادي. مفيش مشكله. يعني لو جربت لك السطر اللي فوق، ثواني بص كده، هي كاريت، بس خلي بالك ان هي تلف على ال 300 فايل، فالرن بياخد وقت كبير جدا، يعني مثلا بتاع 5 دقايق ولا حاجه. يعني الرن دلوقتي اشتغل وصلت لمرحله اعلى، بس ما علينا. في الكتالوج، يعني لو فتحت الكتالوج دلوقتي الاوت اهو، لما تيجي بقى الاوت عمال ايه، يكاريت حاجات يكاريت حاجات يكاريت حاجات. تمام، انا هو عمال يكاريت. يعني لو فتحت لك برضه الباص، يعني ايه ده الاوت، فين الاوت؟ جايز الاول هتلاقي عمال يفرش كل شوية، عمال يكريت فولدرز كتير في نفس الوقت، عمال يكريت ايه فولدرز كتير. تمام، فهو يفضل شغال لحد ما يوصل للبلد دي وهيضرب ايرور. تمام، فانت ممكن تقول المعيد ان هنا في سبيشال كاركتر احنا مش عارفين نهندله. تمام، طيب احنا لو عملنا ديتربليس وكتبنا اسم السبيشال كاركتر ديتربليس، عشان برضه الحالة ده برضه جه في دماغي ديتربليس، وخدنا ال value اللي هي مكتوبة اللي هي ال ايه اللي حرقها ال special character ده، اللي هي مثلا هنا لو خدناها كوبي مثلا وخدنا ال value اللي هي بتاعته، مسحنا مثلا ال special character اللي هي كلها ما عدا مثلا حرف ال ايه اللي عليه الحرف ده مثلا، خلينا نخلي مثلا من فيهم واحد، وعملنا دوت ريبليس وحطينا التاني. هل هتشتغل؟ لا، الكود مرنش اصلا، الكود مرنش. انا لما جيت جربتها الكود ما رنش. ماشي، الكود مش هيرن عشان هو البايثون انا مش متعرفه على ان هي رن اسكي، فمش متعرف عليه. تمام، فانا دورت على الحل، لقيت الحل بتاع اللي هو السطر التاني اللي انا كتبته. تمام، بس انت ممكن تكتفي بالحاجات اللي احنا خدناها مش اكتر، دي تبقى مشكله بقى عند المعيد. خلاص هو المعيد اصلا مالك، اوريدي خلاص كتبت، والفايلات اصلا ابتدت تتكريت. خلاص هي الفايلات انا زي ما قلت ابتدت تتكريت. هي ابتدت تتكريت خلاص، ولو جيت عملتها دراج ودروب هتشتغل عادي مفيش مشكلة. يعني مثلا لو جينا خدنا اوت مثلا بتاع ايه
زي أي حاجة. ماشي، هي دي دولة صغيرة فما جاتش حاجة كتير. لكن أخو مثلا حاجة زي إيه، فرنسا مثلا أو إيطاليا، إشبينا، باريلا. ماشي، الزوم فيها بالعكس. ماشي، يونايتد ستيتس مثلا ممكن تكون كبيرة. عايز اجيب برازيل وكلهم شغالين، بس هي الفكرة ان البوينتس صغيرة جدا فاحنا مش شايفينها. عايزين نجيب حاجة كنا جايبينها قبل كده. فين برازيل؟ برازيل مثلا ممكن، اي برازيل شغال. اي حاجة بقى كل الدول هنجيبها ونشتغل، بس هي عشان ايه صغير مش هتبقى فاهم، مش شايفين. تمام، وتشيب فايل بتتكريت عادي. تمام، بس كده. واللاب ما فيهوش حاجة تاني غير، بس هي المشكلة دي بس بتاعت السبيشال كاركتر دي. فانت عايز تكتب ريبليس، خلاص مفيش مشكلة، وتقول معايا ان هو في مثلا هنا في سبيشال كاركتر مش راضي يتهندل، بس مش هتطفي. دي مش مشكلة في الداتا بس، يعني مش مشكلة في الكود. تمام، لكن الكود شغال. وفي برضو الاوبشن ده اللي انا عملته ده برضو شغال، بس احنا ما خدناش في اللاب. فانت المفروض تكتب في حاجة اللاب ايه، بس هو هيحاسبه لو في حاجة صح او غلط، لكن احنا خدناها في اللاب وما خدناش. يعني بس ده ايه اوبشن برضو ايه موجود. بس كده يكون اللاب ده خلص. اسمه ده، ولو عملنا ريفريش يعني هنلاقي ان في حاجات كتير عمالة تتزود، عمالة تزيد. ريفريش هنلاقي زادت اهي، عمالة تزيد اهي. فهي كل ما نريفريش هتزيد يعني. تمام، ايش معنى؟ بس كده اللاب خلص. حاجة تاني؟ لا مفيش. ده شكل الأوت بس اللي هو زيادة الإعلانات بالظبط يعني. أرجنتينا ولازم فيها الرقم، نفس الكلام. دي الفايلز اللي هي كريت عندنا في الأوت يعني. بس